عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي يا رسول الله. تجهيزات المطبخ لرمضان، ده الفيديو التاني للمشتريات بتاعتي لرمضان. حاجات انا كنت محتاجاها وكانت ضرورية جدا اجيبها قبل رمضان، فجبتها الحمد لله. وابتدي بقى انظف المطبخ واجهزه رمضان. عشان ما اطولش عليكم الفيديو كده، هبتدي اخش على اول حاجة اشتريتها واقول لكم اسعارها والاماكن اللي انا اشتريت منها، وكمان هقول لكم على شوية ملاحظات كده وانتوا بتجيبوا بعض المنتجات. ونبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت اول حاجة الباسكت القمامة، ده من شركة الوطنية، عامل 95 جنيه، برضو جايباه من درب سعادة. جميل جدا وعمقه حلو قوي قوي، والبلاستيك بتاعه كويس، والاشكال بتاعته هناك كتيرة جدا ومتنوعة كلها 3D. انا جبت الشكل ده عشان الوانه هتليق معايا في المطبخ. جبت كمان اللي هو الاتنين مج الازاز دول عشان الخشاف. المج ده فرنساوي، سعر الكوباية الواحدة 25 جنيه. وجبت برضو الكنكة اللي هي الفخار دي، سعرها 10 جنيه، دي بتتحط على عين البوتاجاز عشان اعمل فيها القهوة. عجبتني جدا وكنت محتاجاها بصراحة. برضو عشان ما اطولش عليكم وسريعا، يعني جبت اللي هو الشفشق المكسر، الفيسبوك والتليجرام والدنيا مقلوبة عليه، اللي هو الشفشق دوت، عامل 35 جنيه، وسعره تقريبا موحد في كل درب سعادة، مفيش حد بيبيعه اغلى من كده. بس انت لو لقيتيه يعني وصادفتي ولقيتيه اغلى من 35 ما تجيبوش طبعا، هو سعره اكيد هيقل عن كده طبعا، بس هو عشان لسه نازل. هي الفكرة كلها ان انت بتضغطي على الحتة اللي هي من فوق دي، بتبتدي الجزء ده يتلف كده او ده يتلف فيقلب لك العصير، هي دي الفكرة بتاعت الشفشق ده. جبت ايه تاني؟ جبت اللي هو حامل الريموت ده، عجبني جدا. هو بلاستيك ابيض، بلاستيك لونه ابيض كده، ثانية واحدة اهي، اهو هو ده من الجنب اهو. ده سعره كان 20 جنيه، ده مش من درب سعادة، ده من التوحيد والنور، عجبني جدا جدا. لقيت جودة البلاستيك بتاعته عالية، مش هيتقلب، ياخد الحاجة ويتقلب بيها. ولقيت سعره رخيص وكويس الصراحة، عجبني جدا. هو تركي فأنا أرشحه يعني الحامل ده. جبت برضو عشان نخلص الحاجة اللي قدامنا دي، جبت الشفشق ده برضو من درب سعادة، ده عامل 5 جنيه، هو مدرج كده من هنا، والتدريجة بتاعته من البلاستيك ذات نفسه شفاف. عجبني قوي حجمه وعجبني شكله، فقلت ليه لا يعني هستخدمه، عشان بحب ايه اعير عندي الزبادي والعصاير والحاجات دي، فقلت هينفعني قوي في رمضان. جبت برضو معايا هنا الشفشق ده، جميل جدا جدا، البلاستيك بتاعه قوي جدا، مش عارفة باين في الفيديو ولا لا، بس ايده محملة يعني، وهو محمل الصراحة، والتدريجات بتاعته منه فيه بلاستيك، مش هيتمسح ولا هيروح بالغسيل. ده الكارت اهو اللي هو متعلق فيه او مكتوب عليه ضد الكسر، وصنع في مصر وصناعة مصرية، وسعره 20 جنيه، موجود برضو في درب سعادة في المحل اللي انا صورت لكم فيه. نيجي بقى نكمل بس بقية الحاجات دي اللي فوق. جبت العلبة دي، العلبة دي برضو حكاية قوي، عجبتني، هتعجبك قوي قوي. العلبة دي كانت من التوحيد والنور. فكرة العلبة دي هي سعرها 20 جنيه اهو، زي ما مكتوب عليها. العلبة دي فكرتها ان انت بتفتحي من هنا، متقسمة من جوه كده تقسيمة، تمام، افتحي من هنا وتقفلي، ومن هنا نفس الفكرة. انا جبتها بصراحة عشان لما يتبقى عندي نص طماطماية، نص ليمونة معصورة، ما تتحطش كده في باب التلاجة، بيبقى منظرها سيء، فالافضل لها ان هي تتحط في العلبة زي دي، يبقى شكلها احسن بكتير. ومتقسمة عشان لو اتبقى مثلا نص ليمونة هنا، نص طماطماية هنا، نص بصلاية، هتبقى بصراحة شكلها اقيم يعني. هي الشركة دي شركة تركي، منزلة حاجات كتيرة جدا، وعجباني بصراحة، عجبني البلاستيك بتاعها، وعجبني افكارها بصراحة، عجبتني جدا. دي كانت من التوحيد والنور، سعرها 20 جنيه. نكمل هنا برضو حاجة التوحيد والنور، دي علبة عاملة 16 جنيه، سعرها كويس جدا، 3 قطع. ده برضو من شركة اللي هي جراند هوم، دي برضو صناعة مصرية، عجبتني قوي برضو البلاستيك بتاعها، وكله بيخش الميكروويف، وواخد رقم 5. دي كان سعرها 16 جنيه، 3 قطع. طبعا انا بفضل الحاجات المربعة، لان الحاجات المربعة ما بتاخدش مساحة في التلاجة، اما الحاجات المدورة دي بحس ان هي بتكلكع كده في التلاجة وما بتبقاش مفهومة الصراحة. انا بقى دايما بقيت ادور على الحاجات المربعة. طيب نيجي بقى هنا لطقم التلاجة ده، اللي فرحانة بيه قوي بصراحة، عجبني جدا اول ما شفته. ده من شركة الوطنية اهو، دول 4 قطع، اسمه طقم يوموجا، 4 قطع، عامل 45 جنيه. الصراحة تحفة تحفة يعني، في منه اشكال كتيرة، وفي منه احجام اكبر، في منه اللي هو اللي بيبقى الـ5، بس الشكل ده بصراحة عجبني جدا، وانا كنت حابة اصلا الحجم المستطيل، فجبته على طول من غير ما اتردد يعني.
ده كان سعره 45 جنيه، برضو من درب سعادة، وانا صورت لكم هناك في محل. تمام، موجود هنا بقى الهاي ستار، ده علبة تخزين البيت، دي بتاخد 24 قطعة. بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو، بيبقى فيه ستاند كده وتحطي عليه البيض. اكتر حاجة عجبتني في العلبة دي ان فيها مكبس من هنا، وان فيها مكبس برضو من هنا، وان فيها مكبس من كل النواحي، والايد بتاعتها بتترفع كده من هنا، اهي الايد بتاعتها اهي. فعجبتني جدا، حسيت ان هي تستحمل وتعيش، والبلاستيك بتاعها كويس عن الحاجات اللي بتبقى موجوده فيستك دي. شفت علب للوطنيه بيض ما عجبتنيش، لان الغطا كده مش محكم الغلق، بيتقفل زي علب التلاجه، طبعا دي كارثه، فانا ما حبيتهاش خالص، ولا يعني استبعدتها خالص ان انا اشتريها. ارص بس الحاجه دي كده، ارجعها تاني مكانها سريعا. نخش بقى على اللي بعده كده بامر ربنا. دي برضو اللي هما الثلاث حاجات اللي انا اشتريتهم اهو، هوريهولكم كده على الرخامه، هيعجبكم قوي اهم دول شكلهم. دي القطع كانت ب6 جنيه، برضو كان في منهم المدور ده من التوحيد والنور ب6 جنيه، طبعا سعرها جميل جدا. البلاستيك بتاعها تحفه تحفه، تقريبا هي شركه الوطنيه، هتاكد لك برضو. لا مش شركه الوطنيه، شركه اسمها هيلا، اللي هو ثبت بلم ميكس مربع، كان في منه المدور. بس انا برضو زي ما قلت لكم انا بفضل المدور، وبرضو هتلاقوا فيديو مصوره فيه الحاجات دي جوه التوحيد والنور، وبلاستيكات كتيره جدا جدا عاملين عليها عرض. هسيب لكم برضو ايه رابط الفيديو تحت في صندوق الوصف، اتفرجوا على الفيديو جميل جدا، هيستفيدوا منه ومن العروض اللي عاملها التوحيد والنور. دي كان القطعه زي ما قلت ب7 جنيه، وكان في منها لون الموف، الموف الغامق، الموف الداكن، لون تحفه تحفه يعني. فبس انا حبيت ان انا اجيب البيج والبني دول علشان يليقوا معايا في المطبخ بامر ربنا. نكمل بقى كده مع بعض. جبت برضو اللي هو البرطمانين دول اهو، هما دول البرطمانين. البرطمان ده كان عامل 15 جنيه، هو ممكن بعض الناس يشوفوه غالي شويه، بس انا شايفاه ان هو البلاستيك بتاعه قوي جدا يعني. انا كنت هناك في درب سعاده كنت اقعد اضغط على البرطمان كده الاقيه رايح جاي معايا، طبعا ده هيبقى بلاستيك ضار ومش حلو ومش هيعيش معايا اصلا، وخاصه ان انا كنت محتاجاهم عشان احط فيهم مخللات. فحبيت ان انا انقي حاجه محترمه. ده من شركه لمسه طبعا، الموديل بتاعه اسمه مودرن، الواحد ب15 جنيه، ده بيشيل كيلو. عجبني قوي، في منه الوان كتير قوي يا جماعه، في منه النبيتي، وفي منه البامبي، وفي منه الابيض، وفي منه الشفاف. انا جبت اللونين دول قلت تغيير عشان ابقى مميزه الالوان ببعضها. ده كان الواحد ب15 جنيه، جبت 2 ب30 جنيه. جبت برضو من التوحيد والنور سبت، السبت ده عجبني قوي قوي، عجبني فيه البلاستيك بتاعه قوي كده وحسيت ان هو متين. ده من شركه الهلال والنجمه، ده سعره كان 20 جنيه، حجمه كبير يا جماعه مش صغير اهو، حجمه كبير، عجبني قوي قوي بصراحة، قوة بلاستيك واللون بتاعه هيمشي معايا يعني. وواضح ان شركة يا جماعة هلال مش هلا زي ما انا قلت في اول الفيديو، لا دي هلال اللي هي شركة الهلال والنجمة، معلش سامحوني في جهلي يعني، الواحد جاي تعبان طبعا ومش مركز، واول ما جيت رصيت الحاجة عشان اصورها لكم، فتسامحوني في اي غلط يعني في اسماء او مصطلحات قلتها. ده كان سعره 20 جنيه، برضه هتلاقي في الفيديو بتاع البلاستيكات التوحيد والنور عامله لي مصوره كل البلاستيكات اللي هم جايبينها، جميله جدا جدا. نبتدي بقى نكمل كده مع بعض. جبت برضو دوت، ده بتاع المناديل طبعا كلنا عارفينه، ده سعره 15 جنيه، انا حبيت برضو اقول لكم سعره، محدش يجيبه اغلى من كده. هنحطه هنا برضو. جبت دوت، ده كان برضو سعره 10 جنيه، ده جبته من درب سعاده اهوت، وبتاع المناديل برضو اللي هي منظم المناديل جبته برضو من درب سعاده، ده سعره 10 جنيه ده عشان احطه على الحوض، كنت محتاجاه قوي عشان لما اجي اغسل حاجه او اصفي حاجه. دول خلاص احنا خلصناهم. تمام، نيجي بقى على الحاجات المكركبه دي. جبت قمع طبعا عشان المنبار، ده كان سعره 10 جنيه. جبت اللي هو المعايير دي، في ناس بتبيعها ب10 وفي ناس بتبيعها ب15، خلي بالك في منها نوعيات كتيره جدا. حاول تنقي البلاستيك ما يبقاش مشرشر كده من هنا، حاول تنقي تحس ان البلاستيك بتاعه قوي، لان في منه نوعيات رديئه جدا، هو اغلى سعر ليه 15 وفي 10، بس الافضل طبعا ابو 15 جنيه بحس البلاستيك بتاعه تقيل شويه وهيستحمل وما بيبقاش مشرشر كده من الحواف. جبت طبعا جايبه كل ده عشان حاجه الكحك والبسكوت. جبت برضو المعايير دي كان سعرها 10 جنيه، برضو البلاستيك بتاعها جميل جدا، والمعايير مكتوبه على المعلقه كده بارزه، فحسيت ان هي برضو مش هتتمسح وهتعيش معايا ومش هضطر اشتري كل شويه. دي كان سعرها 10 جنيه، برضو كل ده من درب سعاده. جبت طقم الكوبايات ده كان عامل 10 جنيه، محتاجينه برضو عشان عندي اطفال وكده، بيبيهات توأم، فهينفعني ويفيدني.
ده كان الاربعة ب10، البلاستيك بتاعهم قوي وحبيت اجيبه بايد. ده مسلك البلاعة جبته ب20 جنيه برضو من عند المحل اللي انا صورت لكم فيه. جبت المنظم ده بقى، ثانية واحدة ارجع دي بس كده ورا. جبت المنظم ده عشان احط فيه غطيان الحلل، مش عشان الخضار ابدا، لا عشان احط فيه غطيان الحلل، عشان غطيان الحلل قرفاني في عيشتي بصراحه في الدواليب المطبخ، فقلت دي هتنظمها وهتبقى كويسه وتحكمها شويه. ده كان سعره 20 جنيه. جبت بقى ده شركه وينر، برضو شركه وينر جامده جدا يعني، شركه وينر والوطنيه ولمسه، شركات محترمه بصراحه يعني. نكمل كده مع بعض، وطبعا هلال والنجمه نكمل بقى المنظمات دي، هي من الوطنيه، هما الاثنين دول نفس الحجم ونفس المقاس اهو. ده كان سعرهم الواحد 17 جنيه، لان ده الكبير مش الصغير، وطبعا الهلال والنجمه بيبقى ليهم اسعار مختلفه شويه اهوت. انا جبت اللونين دول، وجبت المنظمين دول برضو عشان التلاجه اهم. ده الوطنيه، بص العمق بتاعهم كبير جدا، وطبعا الوطنيه مش محتاجه ان انا اقولك يعني البلاستيك بتاعها بيبقى بيعيش وبيستحمل وما بيشقش يعني من بعد الاستخدام. وانا بحب ان لما اجيب الحاجه بقى ابقى انساها وادور على غيرها، مش هقعد كل شويه اجيب نفس الحاجه اللي انا بجيبها. جبت برضو طقم فوط، ده هنا معروف طبعا انتوا عارفينه، بس بسعره دلوقتي بقى 20 جنيه، سعره نزل يعني. ده الحجم الوسط عشان خلي بالك في منه احجام. جبت الاتنين شرشوبه دول علشان انا عندي مشكله كبيره جدا، عندي القطه مبهدلاني بصراحه على السلم، في قطه كده مستقصداني طول النهار تعمل قدام باب الشقه بتاعتي يعني، تصرفات سيئه، فانا محتاجه حاجه يعني ما تبقاش غاليه. جبت الشرشوبه دي، هي تقيله قوي الصراحه، تقيله جدا يعني، فعجبتني فجبت منها اتنين، الواحده ب10 جنيه، في منها الخفيف شويه الاتنين ب15 جنيه، بس انا جبت التقيله الاتنين ب10 جنيه اهو زي ما انت شايفه. جبت بعد كده اللي هي الفرشه ديت عشان ابتدي امسح بقى الحيطان بتاعه المطبخ، دي كانت عامله 25 جنيه. عشان تبقوا عارفين يا جماعه الفرشه دي مش الواو، مش الوهم. بصوا لو قربت لكم الكاميرا وعملت لكم زوم كده هتلاقوها عباره عن حته شاشه كده وطلع لها شويه شراشيب، فهي مش واو قوي يعني، بس انا هحاول ان انا ادور لها على غيار اقوى من الغيار ده، لان الغيار ده سيء جدا. هي سعرها 25 جنيه، في ناس بتبيعها ب30، بس انت ما تجيبهاش اغلى ايه من 25 جنيه. انا جايباه عشان الحيطان بتاعت السيراميك والسقف مش عشان الارض. جبت الطبق التحفه ده الجميل، برضو انا بنقي الحاجه مستطيل، ما بحبش الحاجه اللي تاخد مساحه اهوت. دوت ده ينفع بقى لغسيل الفراخ، غسيل الفاكهه، فهينفعني جدا، وصراحه سعره طلع تحفه، سعره 10 جنيه. ما صدقتش نفسي وندمت ان انا ما جبتش واحد تاني بصراحه، مش عارفه ليه ساعتها تنحت وجبت واحد بس. كل ده كان من ضرب سعاده، كل ده كان من ضرب سعاده. نبتدي بقى دول برضو، برضو دول من ضرب سعاده. دول سعرهم في منهم يعني بصوا نفس الشكل ونفس الحجم، اتنين عاملين، واحد عامل 12 ونص، وجبت اتنين تانيين من عند مكان عامل 10 جنيه، فالصراحه حاجه غريبه يعني. بس برضو في ملاحظه عشان اكون صادقه معاكم، هقول لكم عليها، ان الاتنين دول مثلا شركه الثعلب، شركه الثعلب يعني الى حد ما البلاستيك بتاعها كويس برضو اهيت. شركة الثعلب ده كان الواحد ب12 ونص، جبت اللونين دول اهم، حاول ابعد لكم شويه اهو، اللونين دول جبتهم، وجبت دول اللي هم ب10 جنيه. شركه ايه بقى ال 10 جنيه دي؟ شركه الشرق الاوسط اهي، هوريهالك برضو اهي، شركه الشرق الاوسط تبع اسكندريه يعني. الاثنين نفس الحجم والاثنين نفس الجوده يعني، ما تضغطي على البلاستيك تلاقيه هو هو. والاثنين الايد بتاعتهم واحده، ما فيش مشكله، بس انا طبعا غيرت الالوان. والاثنين سعرهم ده، الاثنين دول عاملين 10 اللي هو الشرق الاوسط، والاثنين بتوع الثعلب عاملين، الواحده عامله 12 ونص. هنكمل بقى مع بعض. انا جبت اللي هي الشبكه دي، بس عملت فيها اختراع يعني، وفي ناس كتير ما كانتش عارفه تحل المشكله دي، بس انا قعدت افكر لحد ما حلتها. انا رحت العتبه، في سوق هناك بيبيعوا جوه درب سعاده، اسالي يقول له سمحت انا عايزه اروح السوق او الشارع اللي بيبيعوا فيه الشبك والشوايات، هيدلك عليه من عند رباح كده، هتاخدي الشارع اللي هو في وشه ده على طول على طول لحد ما تطلعي على الشارع اللي هو هيطلعك زي ما تقولي كده على الغوريه.
هما هناك بيبيعوا الشوايات وبيبيعوا الشبك باسعار لن تتخيلها برخص التراب. انا نقيت شبكه تقيله، الشبكه التقيله دي اهي بصي، في بتحس ان السيخ بتاعتها تقيله كده شويه. التقيله دي كانت عامله 35 جنيه، والخفيفه عامله 25 جنيه. انا نقيت التقيله طبعا، انا كنت جايباها مش عشان اشوي على الفحم، انا كنت جايباها عشان عايزه ادخلها الفرن، يعني افرد الفرخه زي الكتاب كده واشد عليها الشبكه وادخلها جوه الفرن. بس للاسف بقى ان البوتاجاز عندي زي ما انتوا عارفين، وكنت عامله لكم ريفيو عنه اللي هو زانوسي الاربعه شعله، كانت الايد دي طويله جدا، يعني اما انت تروحي هتلاقي الايد دي طويله جدا، ما ينفعش الباب يقفل عليها، حتى لما تدخليها بالعرض برضو مش هتخش لان الايد بتاعتها كبيره. فاشتريتها ومشيت قدام شويه كده عند بتوع الفوانيس اللي هم بيعملوا فوانيس الحديد، قلت له لو سمحت انا عايزاك تقص لي الايد ديت. فقصها لي بصراحه، عملها بطريقه جميله جدا جدا، خلع الايد دي كلها، يعني الايد دي كلها راح خلعها وخلع الايه الايد دي كلها، وكل اللي هو عمله ان هو زقها لجوه شويه ما قصهاش. بصراحه تسلم ايده وصحته اهي. بصي هقول لك، وراح جاي لحمها من هنا وجاي لحمها من هنا اهي بالمنظر ده كده، استني افتحها لك اهو. وبرده نفس الفكره اهي، بصي لو تلاحظي ان هو مطلعها، ثانيه واحده بس افرد اهو، هو كانت الايد بالطول اللي انتوا شايفينه ده من اول هنا كده، من اول هنا لحد فوق، بس كانت الايد هنا بقى متركبه هنا وفي الحته دي، راح هو طبعا خلعها وراح مدخل لي كل ده، وراح ايه لحمها من هنا ولهنا وهنا عشان ايه يتاكد ان هي مش هتتخلع مني، وراح عملها بالايد دي عشان يبقى ليها الايد برضو في الاخر تبقى محكمه. بصراحه الله يبارك له وتسلم ايده وصحته. هو خد 10 جنيه عليها، بقت ب45 جنيه. ومن ساعتها بصراحه انا جربتها برضو، قلت ايه عشان ما بقاش يبقى في عك في رمضان، جربتها بفرد على صينيه الفرن ورق فويل علشان السوائل اللي بتبقى نازله من الفرخه وكده ما تعزلنيش في غسيلها، وبرمي ورق الفويل وبتبقى الشبكه محطوطه، يا دوبك بطلع الشبكه من الفرن بتبقى فيها الفرخه والدنيا تمام. بس اهم حاجه لما تيجي تحطي الفرخه فيها تدهني الشوايه دي بفرشه كده زيت عشان الفرخه ما تلزقش فيها، دي ملاحظه فيها. ف 45 جنيه الصراحه حلت لي مشكله كبيره جدا مع حته فحمايه كده بقى كاني شاويه فرخه في الشارع بالظبط. يا رب تكون الفكره دي عجبتكم وتنفذوها، هتعجبكم قوي قوي. نكمل بقى مع بعض. جبت هنا برضو 2 رول، الرول الواحد في ناس بتبيعه ب 10 جنيه وفي ناس بتبيعه ب 8 جنيه و7 جنيه ونص. عامه هو النوعيه اللي انا هوريها لك دي اهي، دي تقيله، دي نوعية دي تقيلة، المفروض ده ب10 خلاص. النوعية المنيلة بنيلة دي اللي انا جبتها واتضحك عليا فيها اهي، زي اي حد بيتضحك عليه اهي، بتقشر اهي ما فيهاش اي 30 لازمة. استني هوريها لك اهي، خدتي بالك اهي بتقشر اهي بالمنظر ده. فدي نوعية سيئة جدا ومش هتنفعني. انا بستخدم الرولات دي بفردها في دواليب المطبخ، بحط عليها الحلل، بحط عليها الادوات بتاعتي علشان الادوات بتاعتي ما تجرحش في الارفف وتبوظ لي الالموتال وكده، لان الالموتال مهما راح ومهما جه برضو ضعيف، مش اللي هو حديد مسلح يعني. فالافضل ان انت تنقي نوعيه كويسه ما بتقشرش زي اللي انا جبتها ليا دي، وتختاري نوعيه كويسه. نازل منه دلوقتي اشكال كتيره، ونازل منه الوان بني وبينك وعليه رسومات، فانت انزلي هتلاقيه موجود عند رباح هيعجبك قوي، وهتلاقيه برضو موجود في المحل اللي انا صورت فيه وعلى التليجرام بتاعه منزله الاشكال بتاعته. نيجي هنا بقى، انا جبت الرول ده، الرول ده سعره 20 جنيه. الرول ده ستيكر كده بلزقه، ونقيت الرسمة دي اللي فيها بيش برضو. انا النيش عندي للأسف الارفف بتاعته كانت ازاز، والعيال طبعا هما بيلعبوا كورة كسروه، فاضطريت ان انا اجيب بعد كده ارفف خشب. فنظرا للظروف المادية ساعتها يعني ما دهنتش الارفف الخشب دي، فبقلت بدل ما ادهنه وكده واكلف نفسي وجع دماغ الارفف دي، ان انا الزق عليها الاستيكر دي، ويبقى بمسافة ان انا ريحني من الدهان وهيريحني من ان انا اجيب له مفرش في النيش. فيا رب الفكره دي بس لما انفذها تطلع حلوه وكويسه، والاستيكر ده يطلع ابن ناس وما يعذبناش في اللزق بتاعه. دي كانت مشترياتي، ودي حاجات يعني المشتريات التانية لرمضان. يا ريت اللي ما شافش الجزء الاولاني هسيب له الرابط برضو في صندوق الوصف. اللي حابب يتفرج على الفيديو اللي انا عملته في درب سعاده يشرفني في القناه. وكنت عامله برضو، احب انوه ان انا كنت مصوره في سمنه العسوي، ده محل بقاله 70 سنه مفتوح في السيده زينب، في شحن وتوصيل سمنه بلدي جاموسي وسمنه بقري جاموسي. منتجاته ممتازه جدا يا جماعه، والله يا جماعه منتجاته غير طبيعيه.
طبيعيه، وده مش اعلان لان انا قناه جديده لسه ما عنديش يعني المشتركين الجديد ان هو يضحي يبعت لي منتجات او بتاع عشان يساعدني بيهم، يعني اعلان لمحله. دي فعلا عن تجربه حبيت اشاركه بيها واساعد الناس فعلا اللي حابه تشتري سمنه وخايفه من الاونلاين. انا اسفه لو كنت طولت عليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.